أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب على دور مملكة البحرين في تعزيز مفاهيم وقيم التسامح والتعايش والمبادرات الحضارية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لترسيخ نهج الترابط والتقارب بين المجتمعات والشعوب انطلاقا من الثوابت الإنسانية والتسامح والتعايش السلمي. وأشارت معاليها إلى تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سيبنزا بروما، والاهتمام بقطاع الشباب في جميع دول العالم عبر توفير المعرفة والإلهام اللازمين لتعزيز التعايش السلمي والحوار الحضري. جاء ذلك خلال كلمة معالي رئيسة مجلس النواب التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دور الأسرة في تعزيز التسامح برعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبتنظيم من وزارة التسامح في أبوظبي. وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أهمية المؤتمر ودوره المحوري من خلال استعراضه للقيم الإنسانية والدور المجتمعي البارز لأم الإمارات، ومشيرة معاليها أن الدين الإسلامي والسنة النبوية الشريفة أولت قيم التسامح المكانة التي تستحقها، ووجهت الأسرة المسلمة التي تعد نواة التسامح والأخلاق لتعليم أبنائها هذه القيم. كما تناولت معاليها عرض سهامات وعطاءات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات باعتبار سموها نموذجا في التسامح وصاحبة أدوار بارزة ومؤثرة على كافة الصعد محليا وخليجيا وعربيا ودوليا، ومشيدة بالتعاون المشترك والجهود المبذولة من سمو الشيخ فاطمة أم الإمارات في مجال قضايا المرأة والأمومة والطفولة، وباهتمامها بتبادل برامج المعرفة والتكنولوجيا لنهوض بتعليم المرأة وإعطائها المزيد من الفرص لخدمة المجتمع.